احنا دائرة الهيئة الاجتماعية للمرأة. احنا الموظفين 30 درجة وظيفية اللي انحرمنا من ابسط حقوقنا من مخصصاتنا، دوائرنا دوائر خدمية استهلاك بشري، ما جاي احد يتقبل الاشياء اللي احنا جاي نعيشها ولا احد. يعني تخيل اقل موظف عندنا يشتغل من الساعة 8:30 للساعة 2:30 168,000، من يتقبل هذا الشيء؟ هسه المية تفيد بهذا الوقت؟ هسه انت مصرفك 100 باليوم يكفي؟ تخيل اكو عوائل عايشة على هاي 168,000. فاحنا مطلبنا واحد انهاء التنسيب والرجوع دوائرنا الام وصرف مخصصاتنا على اكمل وجه. احنا موظفين قسم الحماية الاجتماعية بالبصرة، عندنا موظفين تقريبا عددهم 96 موظف بدون حقوق بدون مخصصات، واشتغلنا احنا بداية تعيننا على 30,000 درجة وظيفية من 2019، خدمنا بال2020 بدون لا مخصصات لا فلوس لا رواتب، وخدمنا ورغم كانت كورونا وظلنا استمرين بهالموضوع هذا، لا اجت اعطتنا حقوق كوزارة، لا اعطتنا حقوق كمحافظة، واحنا لهذا يومك نطلب 2020 مستحقات لهذا يومك ما مصروفة. بالاخير ثبتنا 1-3 ونسبونا هم بامر من عندهم بامر اداري من عندهم، لا رجعوا على قرار الموظف، لا اخذوا راي الموظف بخصوص التنسيب. بالاخير سحبوا كل المخصصات من الموظفين ورجعوها، ومن نرجع نخاطب الجهات المعنيه المدراء انه التنسيبنا حتى نرجع لدوائرنا يرفض هذا الموضوع. بالنسبه للدرجه العاشره والتاسعه احنا ناخذ 170,000، يعني اي مسؤول يقبلها ياخذ 170,000؟ انا جاي اجي من الجزيره اللي هنا والله جاي اذف فوق راتبي، عندي 6 أطفال على 170,000، يعني حتى ما تكفيني يجور، يعني جاي اجي اداوم بالمجان، يعني حتى ابو الرعايه احسن من عندنا. يعني نرجو ينظرون بحالنا بنظره الاعتبار، يشوفون يعني حالنا، يعني حتى الموظف عندنا البكالوريوس ياخذ 400,000. عندنا وقفه احتياج صار لنا يومين، والوقفه احتياجيه بها هواي مطالب. احنا من 2020 باشرنا بامر من المحافظه، ما نعرف احنا كنا وين خلونا نباشر، باشرنا على وزاره العمل على الوزارات الاتحاديه. احنا ثبتنا احنا دائره المراه الحمايه الاجتماعيه دائره المراه قسم المراه قسم البصره. احنا من باشرنا هنا باشرنا بامر من المحافظه وثبتنا 1-3-2023 على الملاك الجديد. تفاجئنا انه مستحقات مقطوعه، ان مستحقات خطوره، ان احنا المثبتين اللي يتمتعون بها الوزارات مو نفس ما تمتع بها احنا جماعه المحافظه. احنا دائما موظفين درجه رابعه لا ثانيه ولا ثالثه، يتعاملون ويانا يعني يا تروح يقول لك انت منسب، ما لك حق يمي، انت منسب، انت يعني وكانما صارت سبه. هاي احنا من 1-3 لحد اليوم نعاني، يعني 30,000 درجه من 2019 الى يومنا هذا، احنا جايين نخدم هاي الدائره، خادمين الوزاره، خادمين المحافظه، خادمين وعلى رؤوسنا هاي جاي يشوف هاي العالم كلها ودائره خدميه. من تجي طالب بحقك طالب بمخصصاتك حد يعترف بك للاسف، يعني تجي هاي العالم جاي يشوفها كلها، يعني تجي يقول له انا اي مخصص، اقل شيء زوجيه ما انت ما شادك المخصصات نقل شدها ذاك الشهر، هذا الشهر قطعها، يعني وين كراتب 170,000 استاذ؟ ماكو هيك شيء يعني. Yeah.